شفته ويس راسي. اوه ابو خسر هدف رفيحة اللوح. اي راك مخسر معايا خطره جايه تقول لي كيما هكا قدام الناس نخطك سمعه. يا انت تضربني انت يا اخي نزعق معاك ما تنرفاش. اي تعقل ارسي فلافاج دو لانوس. اه ما تزوجتش انا هكا باسكو ديك ديتها وانت كاع كنت تزوج ما نعرضكش عرسي. سي نورمال ما تعرضنيش انا نحشم انا نبهدل انا موسخ. ماشي موسخ موسخ هذه حاجه باينه تكمل الزطله كلوشها. لا باينه عليا. ها شوف شعرك ها شعرك وعينيك ها نيفك شوف ها منخرك باين بدك تكمل الزطله. تعرفوا محتار ليمونطاسيون واه اللي بيع كاشير. لا يبيع الزطله. راه يبيع الزطله؟ اه ماله. شوف نباتك عنده نعطيك 100,000 جيب لي كميه. احشم على روحك شم انا صغير تروح تشيني انا تزوجت وطلقت. جيب لي طرف تاع 50 ودي 50 ليك. اهدر هاكا الاولى قول لي بلي عندي مشاكل ماشي لك زطله شابه. شو سمي؟ هاي ندي 50؟ اديها بيان سور. وندي شويه زطله؟ طلع ولا ما طلعش؟ صاير. يا خسرانك يا الدنيا فيك حكايه وحكايات ساميني. لا راه عنده صحبوندي اني موسخ انا فايح انا فايح انا خانز. ايما ايما هذا النخلة علاه تجيبوا لي فيها انا؟ علاه تجيبوها لي في السطح؟ راني حاصل روحي في لوطورود انايا. ما تجيش تدور النخلة تاعكم ولا كيفاه؟ ها؟ أه؟ جابها السي فلان خلاها وراح. انا ماشي عجبتني النخلة هذه، ماشي عجبتني. على كل حال سمعونا الجمهور الكريم، صح فطركم وصح رمضانكم، نرحب بكم في السطح جورنال القسطو، ايها المتقشفون، ايها الشعب، نقول لكم اللي جابوا السيزيام نقول لهم مبروك عليهم، بروفيتيو راه جاي الصيف، دوك الزواولة يريحوا في الدار ياكلوا الكوفريط، واللي عندهم الدراهم يروحوا يحبسوا بهم باليهم، على كل حال نعاود نرحب بكم. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم السي الحداد، اسمح لي نقدم لك احتراماتي، أنت رمز من رموز الأمة. سمحوا لي ما نقدرش ما نسلمش على السي الحداد. ويحيى ويحيى علاه تجيني للسطح المسطاش كل خطره تصدم لي انت ولا كيفاه؟ شوف السي بحليطو جيت باش نعطي لكم هذه الشجره هذا الغصن تاع الزيتون اللي هو من زمان مصينيسا هو رمز السلم والتصالح والاخوه ونغرسوه مع النخله باش يكبر معها ويولي كبير. غير خليها غير ما كلها السطح هذا رجعتوا ليه جنان نهار قالوا الاخر طاب الجنان انا حبيت واحد جاب لي الزيتون واحد جاب لي النخل خليها عندك غير ما كلها. علاش علاش ديروا لي هكذا وين روحي يطردوني بصح نولي حميدوش البومباردي راه ولا باش يغرس الزيتون. بركة ما تخرط ويحيى بركة. شوف البلاد هذه واعرة على بالك. شوف كاين ثلاثي الامجاد كاين ثلاثي بلا حدود نحيوهم اللي كانوا يضحكونا وكاين ثلاثي واعر يا محينك عسس السطح خبول السطح والقندوز تاعهم سانشو هادو الا كان رضاو عليك راح نسمحوا لك تكون رئيس في الانتخابات المسبقه. ما فيش انتخابات مسبقه ولا على هذا الكلام انا نروح نغرس الزيتونه تاعي مع النخله نغرسها زيتونه كبر كيما النخله وما تعطيناش الزيتون سحقوا التمر نحبوا التمر يا زيتونه. رياح ويحيى رياح بركه ما تشيت رياح تسمى ما كاش انتخابات مسبقه. لا ما كاش انتخابات مسبقه وما فيش حل البرلمان. ولو كان ثلاثي الخطير يقول بلي راح تكون انتخابات مسبقه انت واش تقول؟ تكون انتخابات مسبقه بوركوا با. وانت تقدر تترشح للرئاسيات يعني؟ لا يا صاحبي انا عبد ضعيف نحب الياورت وفي حياتي جامي نترشح ومول السطح الله يطول في عمره في قيد الحياة. ولو كان يقول لك مثلا يقول لك أيا ترشح سيدي ترشح بطبيعة الحال. تاهيل على بالك سيبوا واش يقولوا لك دير شوف يا سي ويحيى نقول لك حاجة أنت يعني معروف عليك بالإنسان خدام ها وتحب تخدم الله يبارك وكان بزاف يشهدوا لك بذلك وكان خطرة مول السطح قالوا بلي زعف عليك وقال لك واش حبيت تخلف لي وأنا في الحياة ولا كيفا. هذيك أنا منها شيخ يعني أنا شكيت يقدروا يقولوا عندك امكانيات باش تكون رايس مثلا ترشح واش فيها الشيخ؟ انا الشيخ انا خواف ناكل ياورت ونبقى في بلاستي شويز ان كومي دو ليتا انا رجل مهمات صعبه والقذره جو سوي فير دو ليتا. وي سي فري انت حليت عينك في الرئاسه على كل حال سي بور سا مش عارف لا توافقني في الراي يقول لك في السياسه تاعنا لازم تعوم وتعس حوايجك انا منها. لا الشيخ تعس بحوايجك. شوف ويحيى البلعاطي كما يسميك البعض يعني ما كاينش رجل في السياسه هكذا في الجزائر يخرج صدره ويقول انا نترشح للرئاسيات ما كاينش ما كاينش
واحد ما يهضر واحد ما يقول. انا ما نقولش، انا ما نقولش. ولو كان يقول لك قول نقول، ويقولوا لك ما تقولش ما نقولش. ولو كان يقول لك ارمي روحك في البحر نرمي روحي في البحر ونبكي على الزهر. انت هايل تاع بالك. شكون اللي عطى هذا الشجره هنا؟ سعيداني، سعيداني هاوليك بيع هذا ويحيى جابها هنايا. عرفت غشيك وراح. اسمح لي سي سعيداني، حطيت الزيتونة. تتفاصو سي سعيداني، احنا ولاد كاع النخلة، احنا ما رانا محتاجين حتى واحد، فهمت؟ معليش نجي معاك سي سعيداني. تجي معايا ولكن انا نكون في القاطرة الامامية وانت تكون مرايا. تفضل تفضل، نديرو تشين تشين ماشينا. هيا هيا تفضل. انا الاول روح. تشيو تشيو ماشينا طالع المرادية، تشيو تشيو ماشينا طالع المرادية. سعيداني شو شو شو، هو يبان سابقك عليه، هو الاول. حبس تبعني. تشيو تشيو ماشينا طالع المرادية. هاو كيف كيف سعيداني، هاو يبان هو الاول. بس تشيو تشيو ماشينا طالع المرادية. هو مازال الاول. خرج عليا خرج عليا خرج عليا. خلينا من هذيك باندي دراهم ما نزلفش. لا 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 ماشي دراهم. شوف اني هضرنا مع فيمينا وهي قابله باش توليو كيف كيف. هي قابله على هذا اللي قابل. الله يقلع عليا ماما يطعنا داري. ما تخش يا سيدي، باين قعد وحدي. كملت واه كيفاش قاعد تقعد وحدك؟ هذا رايك راي الذر، درك حنا ما عندناش حكم عليك. ها ولفت وحدك. هذه خليني خدودي، خليني خدودي تحمري لي فيهم. هاب حليطو هاب حليطو عازم هكاش ما خاصه. اختي بغيت نعيش عزم، نعيش عزم ندير موسيقى ونرقص ونتفرج تلفزيون. باندي نقعد مقابلتك انت ولا مادلي نبقى نطيب انا طول، علاه زوجناك؟ اسمع عندها الحق والله، غير عندها الحق. تخليها تخدم وتسكن عندها كيما رايحه بها هي، تسكن عندها. بيدلوني. انت دخلي دخلي بس بعد دخلي. هيا قاع العمليه تمقنن. اسكت. اخبار الخارج والعروسه لا فهمينا، اهضري. شوف بحليتو درك نخدم خدمتي ومن بعد كنهضروا على لي زافير بيرسونيل. أي صح أبدأي. في الأخبار الدولية معكم فيمينا. البنتاغون يصرح باحتمال موت الإرهابي الخطير بن مختار المدعو بالعور في الضربة الأمريكية على الأراضي الليبية. كملتي. هذا بالعور هذا هبلنا، واحد يقول لك مات هنا، واحد يقول لك شافوا له هبلنا هذا. أي صح أنت. أي 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 بالعور أي في راجلك أي 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 في قلبي. شو أي أي غنوا لك يا سيدي. هيا هيا روح روح. هاي هلا لا وهلا لا هلا لا هلا لا وهلا لا. هيا خلاص هيا صح. حبس حبس حبس. هيا راهي فرحانة. نحي طرباختك قبل ما تدخل، راني دايرة الميناج. شو هذه طرباختك زعما شو ولا؟ شقلتك؟ ايه. انت يا بيت دليني؟ راك بتقولي شقلتي مسخة؟ ما ها نعفس ها ها نعفس ها ها زيد نعفس. أنا قاعدة نقول كاني مسحة. دلو فيا ما نتزوجش. غنيني واه ما نتزوجش. روح بك بحوايجك مالا. شو يتوصلوا لي؟ انت تاع الزواج؟ انت تقعدي هكا والله ما كنت زوجه. وهذه ها. أنا قلت لك لازار لا ميمون. هلا تدخلي روحك يا حد على على وعبد القضاء. أنا شعلي أنزل أنا في ليبيا مالا راه راه واحد السخانات. جبوا على الكاري يا امي، هذا الجو الساخن البارد طري بها في ارض ليبيا. المضيافه معنا بالاحوال اللي جاي يحتفل بمناسبه موت بالعوار الارهابي الخطير. كل شيء مبروك بالاحوال. الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم. الحمد لله يا ربي. مات هذاك بالعور تهنينا منه، وهذاك بالعور الكلب هذاك تهنينا منه، واليوم الحمد لله راني رجعت امير المنطقه الصناعيه. يعني اللي قالته الامريكان صح، يعني ما كذبوش. الامريكان ما يكذبش، قال لك مات مات شبيك هذا. اللي ما تودي تحياتك بهذه المناسبه. ودي تحياتي الى شيخنا البغدادي وناس داعش واحد واحد، اللي مات مات واللي حي طفرت فيه. يا حبيب لا، يعني بهذه المناسبه سعيده غنينا اغنيه ارهابيه كذا تغنيوها في العرس تاعك. قول معايا قول معايا. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه تاع الجنازات ماشي تاع العرس وحده. فلت شطاح شطاح. اسمعني اسمعني. اي وليت اميره وانا مازالني صغيره. بنت الباطي مات. بنت الباطي مات. ماشي نحيين يا اللي كنت ماشي وماشي نحيين. اللي كنتو ماتو وماشي نحيين اللي كنتو ماتو.
شوف الشيخ، شوف الشيخ، والله الامريكان هذا غير كلب كبير، قالنا في اللي مات. ايوا خلي الامريكان واوباما في بلاصتو، انت كل شيء العجاوه انت خلقتها، المناشد الكريم هذا خلق العجاوه، علاش المجامة؟ علاش بتجغدود؟ باسكو ما بغاتهاش قالت لها عور. تبغيني انا بتجغدود؟ كشني يا سيدي، كشني وجهها. ما قلت لك الشيخ. كشني يا سيدي. والله انه قلت لك. اي وقت الجمل اللي بقالنا كيفاش نولي الدار انايا دركا؟ انا نهنيك منها ومن الامه البشريه ونغني بتجغدوج منه، شارك غادي نقيم فيه بين العينين. منو شيخ؟ شاحة جاكور. يا جرمت. قتل الكلب تاع صالح. صالح راه هنا اشيدي. هيا نعطوها خماجية. بو على سواد سعدي بو. روحي نحي هذيك لا غون بلونش وحبسي ما تبكي على راسك. على غير هو راجل في هاد الدنيا. لا 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 لا. اسمع انت. وي جابك ربي على بالك وشنو ثاني؟ الفطور تاع اليوم راح طيبو انت. يا ربي هيا جدي مال جناف كاس كيس باس سي ترا غراف سي لا كيس انا لو كان يسمع جدي قلت لي قلت لك قاعد شرا عندي واحد في الفاميليا حط يدو هاك فبرك في الشربه قطولو كاع يدو في الفاميليا انا جامي انا ما عندي ما ندير لك عندي شغل قلت لك ما تفهمش واش بشغل عندك واش بشغل راني رايحه عند وحده حبيبتي تقريني فرنسي واصلها يمنيه. يا ربي يمنيه تقريك فرنسي لو كان يسمع فرنسي ونوض صرا كيما هدفت المروحه اليمن ما يهضروش فرنسي روحي خلي الجيبوتي خير. صح راه خليني نخدم ما تعينيش معليش. راه بس الخير عليكم معكم كبسوله في سبور اليوم رانا صايمين ثلاث ايام روحوا غير بالعقل برك حنا شي اللي تيزي وزو كاع خرجت على جالو مام هو راه ويلم في المعارضين تاوعو وراح يدير هجوم كبير. كيفاش يقولوا زعما بالفرنسي معارضين؟ ميديكامون فوالا ميديكامون طريب راه في القضاء ني راه كيف الفكي ما شرفتي شي خدام اساسي اسمح لي نسيت ما تفهمش القبيله قلت لك حنا شي راهو يوجد في خطه ما رانيش ما راهوش يعجب راهو يتمتم هكذا بصم الجمهور الكريم مباشرة من السياسة تاع برومي نوفمبر بيتيس وزو مع ان الرئيس الغير المخلوع ام خلو عبل انه محشرف حنا شي محشرف حنا شي واش هي الخطه اللي راك توجد فيها ضد المعارضه القويه نراك لا استراتيجي نيا هما حاربونا دفو حنا نحاربهم من لاغيير فهم اش الحق اش الحق حنا شي بوفوار اساسا يا الدوله يا الحقاره صاي محشرف يعني انت خرجوا لك اكثر من 5000 عبد دفو يعني وانت ما حبيتش تبوج ما تعرفش بهم ولا كيفاه اش خرجوا خرجوا ربعه تاع القطوط ولا تاع الجنينه واش نديروا لهم انا كاين كونسيل دادمينستراسيون كاين مجلس تاديب واحد ما زعزع حنا شي ولا واش قالوا ايش الحق بوفوار اساسا ويا رزقت تواصي تعرف هذا رزقي انا في وجهه يبان رزقي شو اسم رزقي شو اسم سايت حنا شي السؤال الثالث يقول لي كرون جوار كيما فرقاني كيما عبود مناد خرجوا لك كاع كونتر يعني كاع هذو ما عندهمش الحق انت عندك الحق عبود صراق مناد كذاب جيب بالو يروح يجيب البالو على روحه ولا عندكم هضره هما لي فان تاع المشجعين تاعي هضروا معاهم تو سامبلومون اش الحق حنا شنو؟ اش الحق؟ يا الدوله يا الحق طاح بصح مخنا عارف شنو؟ حنا شنو؟ هذاك البوفوار سلام إلا سوتي لي رجل مانيا اوفرت واجه بيان سور حنا شنو؟ ايه اي غار اي غار حنا شنو؟ سي ان طراطر ماشي مو فوت لاجيسكا مو بروبليم سي ليتا سي الغوفرنمون وراه تي توجور تورتوري مانيبولير اي فو اي فو لي جورناليست بوركو نوز فو نوز بلي ا شاك فوا اي غار يا الدوله يا الحقاره نقطع لي فين نقطع راسيا يا دي يا الدوله يا الحقاره خرجها من الحمام ودايره صابون خرجها كادر لبس لها الطالون الحاج راك صغير قاعد تزعلق تاول الغراوين بالشامبو هذا من جام جاهلية هي ليام الكحلة هذه شا كحلتها يقولوا تتكلف في الغنى يقولوا ليام الحوجة اروح كيس لك اروح هذا ما بقى هذا ما بقى نزيد نقعد مع الكياسة ويدي يجيب معايا في الهضرة على انت شكون انا كياس بقدرية كما كياسة تقعد خانز اسمع اعطيني واحدة نكيس بها نشتري الطرف هذا برك الله يقلع عليا ما نعطيك كحلة تعطينيش هذه غالية دي 6 ميسك
حتى كاسه ما طارتليش. اه يا ليام الكحله. حبيبي قلت لك العوجه كيف تقلب في الغنى هذا. اسمع انا غادي سويسيدي. راك تعق انت يا راك تلعبت يا بالباسور. خليني على ظهري خليني. اوه خليني على ظهري راينا راي هذا. هاي انت خليفه تايا هذاك اللي خونا الدراهم. اوه اسمعني اسمعني هاتشو كيسلك ظهرك انتو. حاشاك حاشاك خليني والله غير كيسلك. الله قال عليا ما كيسلك بدالي برجليا ويادك كرعي تقول بوراك. خليني حاشاك وزيش وزيش يا دراهم. حاشاك هذيك الريحه كي دايره الدراهم يفرفلوا الفاميلات. اه خويا قولي انتيا حصلوك وداو دراهم. كاين اللي داو دراهم ما هضروش ياه بزاف بزاف. قولهم لي قولهم لي. نحكي لك بس ما تحكيش. الله يقلع عليهم ما خبر. كان معايا الجنرال بالله. هيا 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 خويا هذا حمام يقلعوا خاصهم. خبط لي انا كوستي مرانا في الفاتحه بالله. هيا امشي خلاص وقتك تاب. اقول لك خلصني يا ابن عمي. هذا 40 درهم ما عندوش حبيتي خلصك. ويا ابن عمي خليفه شيخون الكاسات وديتهم. خليفه اديني فوطه اديني اديني فوطه عريني. الجمهور الكريم مرحبا بكم في الحصة تاعكم المشهورة جدا جدا جدا. حصة جاك المرسول جاك الهم جاك الزمر جاك الشر جاك عفوا عفوا على جيبوا لي في هذه الحصة هذه. علاه انا نحب الاطفال نحب الحصص تاع الاطفال الصغار نحب البراءة ولكن معليش الحصة هذه اللي تريق لي امور الناس. اليوم جاتنا اسرة وصلي راح نتعرفوا عليها باش يريقلوا المشكل تاعها. تتفضل معنا في البلاطو. امس الخير يا وليد. تفضلي. هذه الحصة يا جمهور الكريم جاتنا من المغرب العربي الكبير لأنه بكل بساطة الأب من المغرب الأم من تونس والابن من الجزائر من أسفل بلاد القبائل. بلا فوق بلا فوق. مرحبا بكم مرحبا بكم الجمهور. هذا الأسرة اليوم تعرفوا على المشكلة تحلي عندهم لأنه الابن متزوج بمرأة والأم تاعو رافضتها. الأم تاعو كما راكم تشوفوا فيها مشرارة مسمومة شر يخرج منها يا لطيف. رجلي مشاكل تاع الناس أنا يا. لكن معليش راح نتعرفوا عليهم. قدمي نفسك سيدتي. ايه معك الحاجة عباس. حاجة عباس مرحبا بك الحاجة. وهذا البغل هذا شكون اللي معك؟ ايوا هذا هو اللي مكركرني. هذا هو وليدي اللي ما عندوش الزهر اللي جيت على جالو. مرحبا مرحبا قدم نفسك. اسمه لقب. الانسبكتور مرقو. الانسبكتور مرقو زوج البنت عمروها لي روج عمروها. مرحبا بكم. اليوم راح نتعرفوا على المشكل تاعهم. سيدتي قدمي المشكل تاعك باش ناش تعرفوا. ايه واش نقول لك يا ولدي واش نخلي خلي هو يهضر. هضر يا بغل. نهضر مرتي نقول لها بلي علاش ديري لنا المشاكل. انا نحبك شويه انا نحبك شويه. قولها واش تحب. باسكو انا نحب يما اكثر. يما اللي رفضت لي 24 شهر رضعتني 10 سنين وليت راجل بسببها. نقولها الام الحنون وحبك مواح. بلع فمك بلع فمك. شكرا نسمع للاهتمام تاعك. هاي الكاميرا سي وراي مد وراي الكاميرا وراي وراي الكاميرا. هاي الكاميرا سيدتي وقولي لزوجة بنتك وش حبيتي تقولي لها. ضربتني يا وليدي وعقرتني بس معليش انا وجه هاد البلايكة. انا جيت نقولها نقولها يا بنيتي ارواحي نحطك في عيني هاشم ما تخصك غير نعرفوا وين راكي. بلعي فمك. شكرا شكرا بلعي فمك سمعناك. يعيشك. شكرا بلعي فمك. اذا كما قلت لكم مراسل تاعنا راح بالفيلو تاعنا. مازالنا راجعين هنا هاني هنا باين روح باين وصل البرية. ماتريالكم قديمة وعابس كل يوم عابس. ها روح ابي ما نروحش ابي باين وصل البرية باين وصل البرية. لابروديسيون جيبوا لي داك التلون داك تاع فرنسا. اسكت هبلتوني. هاد لابروديسيون تاع الزمر هذي دبر كوبي كوب بدلوا لي الكرسي. قلت لك اسمحوا لي اسمحوا لي راني شارب الشراب فقط. شوفوا معنا هذه الصور. المراسل تاعنا راح عند السيده زوجة تاع البغل وجبنا هذه الصور. شوفوا معنا. انا نقول له مازال ما راهش شوي. يقول له راه جيبوا لي ديكاتلون. السلام عليكم خي. السلام ورحمه الله. عيط لاختك. عيط شو خي؟ عيط لاختك. علامه بويسك عندها انفيتاسيون جاك المرسول. قال عيط لاختك. ها اختك خيي. ايه قلع. ما
علي ما تحوس. عيط لنا كريم عيط. واش بينك وبينها؟ عندها رونديفو. عندها رونديفو. دقيقة. أي رقاز رزم الباب. ما كانش رقاز، روحي بالك تكون يما. قالغ الكوشمار. أنعم. أنت مدام كريمة؟ هي أنا هي مش بلدي. وين كنتي؟ وين كنتي؟ وين كنتي؟ مصبحنا ندي بالكف، وين كنتي؟ سيدتي الكريمة، شكرا كي جيتنا للسطح، احكي لنا المشكل تاعك مع عجوزتك. أنا أخويا نقول لك الصح، أنا ولا غير بغيتها ودرتها كيما أما. ياي بصح ياي واعرة وما يقر ما تقرش بالخير، خطرة درت عدس صامت كرهج فرغته لي على راسي، حرقت لي أنا راسي كامل محروق ووجهي كامل محروق. شكرا بالعفو أمك، أنت ثاني قبالي ما تسويش. بصح نقول لك الصح، أي واعرة واعرة ما شفتهاش. على كل حال حصة تاعنا جاك البهل المرسول باش ترون جيبين الناس وتصلح امورهم والصلح خير. انا ما نصلحهاش اخويا، عندي ما نصلحك، ما تعرفش هي واعره وتضرب راهي كل الكل. بلعي بلعي فمك، انا نطلب منك بلعي بلعي، انا نطلب منك تفتح الرساله الان. ياي راهي كل كل بالمكلوب. صح الصلح احسن. طيب ما نفتحش اخويا، ما نفتحش. افتح الرساله من فضلك. قلت لك ما نفتحش. افتحي مات الرساله. اي واعر اخويا. قلت معاك انا هبلتوني. افتحي مات الرساله. قولي افتح الرساله. هي تضرب وانت تضرب، حرام عليكم. هاي راسي محروق. افتح الرساله قولي. نفتح الرساله. هيا افتح الرساله. هيا ادخلوا. هيا ارواحوا. هيا ادخلوا. هيا ادخل. ها هاي بلعي عمي عباس بلك، هذا لقيتو عند بار هذي شاري لا بريجيدير وكليزينيير وطابونة وقعد لنا مش انا يا كا هيا بلعوا كل. هيا كنتي هكذا هكذا شكرا. فرجع لي اياه. اضربي طه. فرجع لي اياه. اضربي طه. اضربي اياه. امشي امشي. اذا كما شفتوا العائله البهلوله تصلحت والحمد لله، والان نمر للعائله الثانيه في حصه جاك البهلول. جاك العقل. شكون جا ورا؟ شكون جا؟ شكون؟ نمر للعائله الثانيه، العائله اللي راح نحول لها مشكل كذلك راح نصلحوا بيناتهم. راه معنا واحد من العائله عنده مشكل كبير. فين راك يا اخي؟ شكون اللي عرضك للحصه؟ الله يقلع عليا ما ماني عارف. شو ولا زعما قلت بالك واحد البوليسي خطر بسطاد كان دارني بصمعه اللابسي نوض هذه، قلت بالك قال لي اسمح لي خويا. وكي نعاونك ما راكش بعيد. على كل حال هو مراه ولابسه لا روب بلونش. الله يقلع عليا ما عرفتها، خطره واحده من لقيتها خارجه من الحمام عندهم فاتحه، قالت لي هاك ودي 120 وخلصني الضو باش نديرو دي جوكي، شيتها حبه لك سطاد. شكرا ما راكش بعيد. على كل حال هي زوجتك. زوجتك فهمت ولا ما فهمتش؟ والله ماني عاقل عليها. هاي ليك اخرجي انت. اخرجي اخرجي هبلتوني انا. اخرجي هادي هادي دارت فيها الشر هادي، والله ما سمح لك في ديك الدار. مازال كاين لي اسبوار. هادي تحسني الله يحميها. عبودي واه اتناسي لي سوفينير واه في البحر نيشا كنا نتمشوا كنت لابس مايو انا. ونسيتي الميغلون والسبادون اللي خلصتهم عليك. اي هبرك انا من القريه قال لي سبادون خلص عليا الله تشاو. اذا تاع 40 تقول لها شكرا بلعوا فمكم في زوج. اذا العائله راح تصالح قدامكم. يفتح الستار ولا ما يفتح؟ لا ما كان لا ستار لا والو، ما نحلش ما نهضرش معاك يا سيدي. من فضلك افتح الستار. والله الله يقلع عليا ما نحله. افتح الستار تفتح الستار ولا ما تفتحش؟ تهبلوني انا راح تهبلوني في الحصه تاع تفتح ولا ما تفتحش؟ لا نحل صاي. لا غوبلوش قال ما قلعتيهاش حماضت. شكرا ايمان، كما راكم تشوفوا العائله تصلحت. الاسبوع الجاي ان شاء الله في حصتكم جاك البهلول ولا المزطول ولا صايح اخويا. هاي اديها وتربحوا لنا خلاص الحصه. هي هي صافي حبستوا التلفزيون؟ حبسنا اخويا. هاي مشاهد ماشي يشوف فينا. هاي الله يقلع عليا ما الله ينوض لي بوشوكه، ربي راه يشهد عليا والله ما كي خادمه مليود. شوفي اختي، وكان واحد العجوزه هنا يا واعره فهمتي، خالتي مسطاش دوك يتحمى. يا روحي الحاج روحي. كان حاجه ورق جاتك. واش كاين خير؟ حاجة انا قادر كبار، خلينا منك مستشار غادي نخطوك صفعه. يا ابا حقرك وتخبطني انا بصفعه. واه الله سيدي تشوف. لا خير على روحك. شوف لا الحاجة وين الحاجة وين قطعت يا دم خيو الحاجة. شكرا جزيلا. كانت معاكم حصة جاك البالون المرسول او الغول.
ربي بعد الشكار اللي خسرت سياسة البلاد.